تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. للمشاركة في البرنامج يرجى الاتصال على الرقم 600-55-1414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. صحة وسعادة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المستمعين، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صحة وسعادة. صحة وسعادة برنامج تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي. في هذا البرنامج نفتح آفاق التواصل معكم مستمعين لاستقبال آرائكم، اقتراحاتكم، ملاحظاتكم، كل ما من شأنه أن يساهم في تطوير القطاع الصحي في إمارة دبي بشكل خاص ودولة الإمارات العربية المتحدة بشكل عام. فأهلا ومرحبا بكم في هذه الساعة الإذاعية التي نتواصل بها معكم عبر الأرقام 600-55-1414 أو عن طريق الرسائل النصية على 4006. وأيضا نتواجد معكم عبر حساب نور دبي على الإنستغرام وحساب هيئة الصحة اللي هو DHA_Dubai DHA_Dubai. طيب، سيف الهرمودي يقول صبحكم الله بالخير، والله يعطيكم العافية. يعطيك العافية سيف. أيضا مستمعينا ومتابعينا أيضا بعد كذلك يصبحون عليكم بالخير، شكرا لكم. نحن قبل أن نقرأ الدراسة اليوم بس رحب بنوح معنا، أيمن السرحي في الإخراج وأيضا ميرا الإخفلي في التنسيق، وعبر الهاتف حاليا معنا يوسف سعد. الزميل يوسف سعد يتواجد في أحد الفعاليات الخاصة بهيئة الصحة بدبي. شو هي هذه الفعالية وشو تفاصيلها؟ تفضل يا يوسف. صباح الخير محمود، صباح الخير أعزائي مستمعين ومتابعي برنامج صحة وسعادة. أنا متواجد حاليا محمود في فندق حياة ريجنسي في دبي. قبل قليل لما علي حميد محمد القطامي رئيس مجلس الإدارة المدير العام لهيئة الصحة بدبي افتتح ملتقى بداية. وملتقى بداية بشكل سريع محمود هي مبادرة وفكرة جديدة لهيئة الصحة دبي، بتجمع جميع الموظفين الجدد اللي الهيئة نجحت استقطابهم في مختلف التخصصات ومختلف القطاعات. الملتقى بيهدف لتعريف الموظفين برسالة ورؤية وأهداف الهيئة والسياسة العامة للهيئة ومجموعة الأهداف اللي الهيئة بتعمل على تحقيقها إن شاء الله. في بداية الملتقى وفي كلمته الافتتاحية معالي القطامي أكد أن البداية اسم المبادرة بداية ليست مجرد ملتقى ولا مجرد تعارف، بل هي منهجية جديدة ابتكرتها الهيئة لي بس الموظف الجديد الذي يلتحق بالعمل في هيئة الصحة دبي برنامجه العملي والتطبيقي والتدريبي، بحيث يكون كل موظف جديد على علم وعلى دراية كاملة بمساره الوظيفي، مساره المهني، مجموعة وحزمة البرامج التدريبية والتنمية المهنية التي تستهدفه. وبالتالي تصل الهيئة إلى حالة من الرضا في أوساط الموظفين، حالة من السعادة. بتعرف محمود وبيعرفه كل أعزائي المستمعين أن أي موظف عندما يكون له مسار وظيفي أمامه خريطة واضحة بيرتقي متى يحصل على الدرجة، متى يحصل على الترقية، مستقبل وظيفي واضح يكون عنده. عندما يكون خريطة واضحة وأكثر من كده المنظومة المتكاملة اللي كلم عنها معالي بتشمل أيضا مجموعة من البرامج التدريبية
اللي الهيئة تحرص على تنفيذها لرفع مستوى الأداء داخل الهيئة وتنمية أداء الموظفين بشكل عام. الملتقى محمود كما أنا أشاهده الآن تحول إلى عصف ذهني وإلى أقرب للعصف الذهني وورش عمل. الموظفين الجدد جميعهم يعني تم تقسيمهم على مجموعات وتوزيعهم على مجموعات. جميل. كل مجموعة أمامها مجموعة من الأسئلة المختارة بعناية تامة اللي بتحفز الموظف على أن يكون يعني لديه الإيجابية ولديه الطاقة ولديه الإمكانية للعمل بروح الفريق الوحدة. وهي دي اللي بتهيئ يعني أعتقد الهيئة بتركز عليها تماما أنها تكون سمة أساسية في أوساط موظفي الهيئة. جميل جدا يوسف، ونحن إن شاء الله منسلط الضوء أكثر على هذه المبادرات، وكل الشكر لفريق إدارة الموارد البشرية في هيئة الصحة بدبي، وشاكرين لك نحن هذه التغطية. شكرا جزيلا. شكرا. إذن كان معنا عبر الهاتف الزميل يوسف سعد، وكان يغطي لنا هذه المبادرة الجميلة من إدارة الموارد البشرية. حقيقة يعني الواحد لما يعرف مستقبله الوظيفي وين، هو نفسيا بيرتاح وبيعطي، وعارف انه بيوصل بعد 4 سنوات هذا المكان، بعد 8 سنوات بيوصل هذا المكان، بعد 20 سنة بيتقاعد. لا هو شوفوا انا يعني عند الكثير من الناس التقاعد هي بداية الحياة، بداية انجازات جديدة، ما تكون يعني نهاية الحياة الوظيفية يعني نهاية الحياة، لا هي بداية لإنجازات جديدة. فهذا المفروض الفكر اللي يكون عندنا. عموما منصير على دراسة أخرى تتحدث عن تبرع بالدم، تقول لم يعد التبرع بالدم وسيلة للتعبير عن التكافل الاجتماعي فحسب، إذ كشفت دراسة حديثة أن التبرع بالدم يعود بفائدة على المتبرع نفسه إن كان للعلاج أو الوقاية على حد سواء. فقد خلصت دراسة ألمانية حديثة إلى أن التبرع بالدم بشكل منتظم يساعد في ضبط معدل الكوليسترول الضار في الجسم وفي تنظيم مستوى ضغط الدم، بالإضافة إلى أن هذا الإجراء الصحي بمثابة وقاية من الإصابة بأمراض السرطان والأزمات القلبية. هذا وكانت دراسة فنلندية قد كشفت أن خطر الإصابة بالأزمة القلبية يقل نتيجة التبرع بالدم بنسبة 10%. حول هذا الأمر كشفت إحصاءات أن خطر الإصابة بمختلف أنواع مرض السرطان يقل لدى من يتبرع بالدم بنسبة 37%. ومن فوائد التبرع بالدم أيضا تأخير مرحلة الشيخوخة، تقوية المناعة، وتحسين عملية الهضم، وتنظيف الجسم من المواد السامة. طيب نحن حلقتنا اليوم بعد ما نسلط الضوء، نحن صار لنا يعني الفترة هذه إن شاء الله يعني ما نتكلم عن هذا الموضوع، لأن هنالك الكثير من الحملات، الكثير من الإنجازات، الكثير من الطرق التي سهلت من عملية التبرع بالدم. ما نتكلم بالتفصيل عن هذا الموضوع، لكن هذه الدراسة مثبتة علميا حول هذه الفوائد اللي ذكرناها، وأيضا ما نتكلم عن فوائد أكثر للتبرع بالدم. فابقوا معنا ولا تذهبوا بعيدا، أرقام التواصل معنا اللي حاب يشاركنا، ونتمنى يعني التفاعل من قبلكم على 600-551-414 أو عن طريق الرسائل النصية على 400-6. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بخصوص فورم التأمين الصحي اللي يوقع عليه المريض مكتوبة باللغة الإنجليزية في بعض العيادات الخارجية، الحصاي بخلي ميرا تاخذ منك معلومات أكثر عن هذا الموضوع، خبرنا وين هذه العيادات اللي شفتها، وأيضا أي فورم أو أي عقد المفروض أنه يكون موجود باللغتين أو باللغة العربية في الأساس، فخبرنا معلومات زيادة عن هذا الموضوع، وإن شاء الله منوصل الملاحظة للمعنيين. فاصل وراجعين. صحة وسعادة.
أسعد الله صباحكم مرة أخرى مستمعينا الكرام، وحياكم الله معنا في برنامجكم صحة وسعادة. هذا البرنامج اللي تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي. في هذا البرنامج طبعا نحن موجودين منكم وإليكم، نستقبل آراءكم اقتراحاتكم، كل شيء تلاحظونه أو حابين أنكم أنتم تطرحونه لتطوير القطاع الصحي في إمارة دبي. قبل لا نتعرف على ضيوفنا في فقرة اليوم، خلونا ناخذ هذه المكالمة من بسلطان. صبحك الله بالخير بسلطان. الله بنور، شحالك أستاذ محمود؟ الله يسلمك، أمرني يا سيدي. تحية طيبة لك ولأبو نوح ولميرة والمستمعين. شكرا لك، حياك. طال عمرك، في بخصوص تصديق الإجازات. نعم. أنا كلفني الريال لأنه يعرف أني متواصل يا برنامجكم بين فترة وفترة. سعال مباركة، بالعكس. الله يبارك. وبالتالي قال لي والله يعني بالنسبة بخصوص تصديق الإجازات المرضية. نعم. يأخذ فترة طويلة مش أقل من أسبوع. أوكي. هذا بالضبط اللي قال لي اياه نقلا منه يعني شخصيا. زين. وانه تاخذ اسبوع، ما بين اسبوع وعشرة ايام. هي تصديق الاجازه. مع العلم ان مع ملاحظه ان المستشفى اللي صادره منه الاجازه حكوميه، هو مستشفى خاص. لا خاص في دبي. اوكي. مستشفى خاص في دبي في الشارع الشغلاني. بدون ما اسوي له دعايه. انزين، انا بخبرك، انا ابغيك بس تحت الهوى تعطي رقم الريال حق ميرة على اساس ان نحول، لكن الاجراء عندنا يعني وايد بسيط. عملية التصديق انا اللي عارفه مستحيل يعني اسبوع او 10 ايام. هذا بنقل من الريال شخصيا. يمكن خلنا نشوف شو الوضع معه، لان هي المفروض ما تاخذها، اللي هي تصديق اجازه يعني، ما مش اختراع يعني. السؤال الثاني اخوي محمود، بالنسبه للاعلان اللي طالع اليومين هذا عن الانفلونزا والشغلات هذه، يعني ما ادري، خوفونا وردوا مره ثانيه. زين. يقولون انفلونزا الخنازير. موضوع التطعيم، انا واحد من الناس اللي انا احرص على هذا التطعيم، تطعيم اللي ناخذه هذا التطعيم الموسمي. وايد يساعدك يعني، حتى لو حاشك لا سمح الله يعني زكام ولا كذا، يخفف من اعراضه. انا احرص عليه. انزين، موضوع يعني ما يخوف. لا تاخذونه يعني، احيانا بعض الرسائل تنتشر في السوشيال ميديا يعني تسوي ازمه. وانا يعني دائما الواحد ياخذ الامور الطبيه والامور اللي تهتم بصحه الانسان ياخذها من المصادر السليمه. السوشيال ميديا يا جماعه الخير ابدا لا تاخذون ادويه، لا تاخذون علاجات، لا تاخذون يعني حتى بعض الامور التجاريه ممكن نشوف اطباء تجاريين، لا تاخذوا من عندهم، خذوها من المصادر الرسميه. ليش؟ لان هذه مساله تمس صحتك. يعني جزاك الله خير انك طرحت هذا الموضوع بسلطان. بس خلك على الهواء، لا تسكر، لان ميرة بتعطيك تفاصيل اكثر ان شاء الله. ونبغي رقم الريال والعياده والهذا على اساس ان نخلص الموضوع ونشوف ليش صار هذا التاخير. لا، هو استلم الاجازه اخوي محمود، بس خلنا نشوف ليش طولت عشان نعرف هذا، وما يعني ما يصير هذا الموضوع مستقبلا. جزاك الله خير بالسلطان، شكرا لك عزيزي. طيب، هذه مسألة مهمة جدا يا جماعة الخير، ان شوية يعني نكبر على مسألة ان انا ممكن اخذ اي شغلة من السوشيال ميديا، ما له داعي. يعني مليون مرة تكلمنا، بعد مليون مرة طرحنا هذا الموضوع، لا تاخذون الاخبار اللي يعني خاصة بصحتكم الا من مصادر رسمية. السوشيال ميديا موجود، نعم جميل، بس خذها من مصدر رسمي عن طريق السوشيال ميديا. إذا أنت تحب الأخبار عن طريق السوشيال ميديا، خذها من مصدر رسمي. هذا واحد. اثنين، يا ما شفنا مشاكل من خلال يعني بعض السلع، بعض الأدوية، بعض الأشياء عن طريق السوشيال ميديا قاعدين تأخذونها، وهذا غلط، وقلنا مليون مرة غلط. لا تأخذ أي سلعة عن طريق السوشيال ميديا أبدا، لأنك أنت ما تعرف أول شيء مصدر هذه السلعة أو هذا الدواء. اثنين، ما تعرف تاريخ الانتاج وتاريخ الانتهاء، حتى لو حط لك إياه، هل أنت متأكد أن هذا التاريخ صح ولا غلط؟ هذا اثنين. ثلاثة، هل تم تخزين الدواء بشكل سليم؟ أربعة، كيف تأخذه من غير وصفة طبية؟
خمسة لا تأخذ شيء، خلنا لأن لو طولنا على الموضوع هذا وعندي ضيوفي في البرنامج ما رحبت فيهم. يعني في البداية رحب بالدكتورة مي رؤوف مدير مركز دبي للتبرع بالدم. صباحك الله بالخير دكتورة. صباح الورد والسرور. وأيضا معانا الأستاذ الشيخ الرحومي مدير إدارة خدمة المتعاملين في هيئة الصحة بدبي. صباحك الله بالخير شيخ. صباحك الله بالنور والسرور أخوي محمود. سعد سامحونا الحين أبو السلطان فتح موضوع شيء دائما أحس إنه لازم اتكلم عنه، ويعني حد من الناس يقول لي انت يعني تنفخ في الهواء، اقول لهم لا، الا الواحد شو اسمه يعني اذا بيوصل الكلام بيعرف انه هذا الموضوع غلط. حد من الناس والله ياخذ دكتوره بعض المستحضرات انه تنحف وتمتن وما ادري كذا تفقد الشهيه، هذه مساله وايد خطيره دكتوره. بس عموما مش موضوعنا نحن نتحدث عن التبرع بالدم. وكانت في رساله جميله من اخونا علي البقيش يقول ندعو جميع فئات المجتمع للتبرع بالدم لما في ذلك من الاجر والثواب عند الله، وشكرا لكم على طرح هذا الموضوع الهام. شكرا لك يا علي، حياكم الله. مرحبا يوسف، مرحبتين. انزين دكتورة، يعني التبرع بالدم في بداية الحلقة نحن طرحنا دراسة قالت ان هذه الدراسة التبرع بالدم يساعد في ضبط معدل الكوليسترول الظهر، يساهم ايضا في تخفيف خطر الإصابة بالأزمة القلبية. انزين، وحتى ذكروا مسألة انه ممكن تأخر مرحلة الشيخوخة، وهذا شيء وايد مهم. زين، وتقوية المناعة وتحسين عملية الهضم وتنظيف الجسم من المواد السامة. شو تعليقك على هذه الدراسة؟ طبعا التبرع بالدم هو اسلوب حياة صحية ويعود بالمنفعة على المتبرع بالدم في حالة انه المتبرع يتبرع بصورة منتظمة. فاذا تبرع الشخص بصورة منتظمة، وهو طبعا يقدر يتبرع كل شهرين مرة، أثبتت الدراسات أنه يؤدي إلى تقليل في نسبة الإصابة بالجلطة القلبية والجلطة الدماغية، هاي مثبوتة علميا. بالإضافة إلى أنه كل تبرع بالدم أثناء التبرع المتبرع يفقد كمية من سائل الدم اللي يهوي على خلايا الدم، فالجسم الصحي يرجع يعوض هذه الخلايا بخلايا جديدة ونشيطة، ويشتغل نخاع العظم لإنتاج هذه الخلايا. فطبعا هذا يسبب تجديد في الدم، فهو أكيد بيعود بالمنفعة على المتبرع، يقلل من نسبة الجلطة القلبية، ينتج خلايا جديدة، يقلل من نسبة الحديد الزائد الموجود في الدم. صحيح. فأكيد هذا يأثر على مناعة الجسم ويخلي الشخص أن يكون حالته الصحية أفضل. جميل. مبادرة تطبيق دمي الذكي لهيئة الصحة بدبي، هذه واحدة من المبادرات الثمانية المرشحة لبرنامج حمدان بن محمد للحكومة الذكية 2017، وهذا التطبيق هو الأول من نوعه على مستوى منطقة الشرق الأوسط والاتحاد الأوروبي. هذا الكلام من حيث تقنيات الفائقة ودقته وسهولة استخدامه، وأيضا يتسم قبل كل هذا بأبعاده الإنسانية. طبعا التطبيق ساهم في اختصار رحلة المتبرع، وأيضا يعني حقق رغبات الكثيرين في إنقاذ حياة الآخرين مع خطوات سلسة وبسيطة. نعم. يعني تبدأ بلمسة بلمسة على الهاتف وتنتهي إن شاء الله بلمسة شفاء أو إنقاذ حياة إنسان. الآن اللي يبغي يتعرف على هذا التطبيق يشوف تفاصيله وأيضا يصوت لهذا التطبيق، شو اللي ممكن يسوي؟ أنا بتوجه السؤال حق أستاذ شيخة وبرجع على تفاصيل التقنية الخاصة بهذا التطبيق. تفضل شيخ. نعم، مثل ما تفضلت الدكتورة مي أن الخدمة التي نقدمها في هيئة الصحة هي التبرع بالدم. هذه خدمة إنسانية تنقذ آلاف من الأرواح الآخرين. ساعات تحتاجها أنت في حالات الطوارئ، ساعات تحتاجها لمرضى الثلاسيميا وغيرها من المرضى اللي بيحتاجون هذه الخدمة. خدمة جدا حساسة، وكل ما سهلت رحلة المتعامل فيها كل ما وصلت لهم بأسرع وبكفاءة عالية جدا. خاصة نحن ما نتكلم عن خدمات إدارية، نحن نتكلم عن إنقاذ أرواح. فجاهني أن الابتكار في هذه الخدمة كيف ممكن نحن نقتصر
أو نسرع من رحلة المتعامل بحيث أنها تواكب توجهات حكومة دبي، الابتكار في الخدمات، تحسين الخدمات، وأنها تكون خدمات ذكية بلمسة زر. الحمد لله خدمة دمي الذكية، مبادرة دمي الذكية لهيئة الصحة، هي مشاركة في جائزة حمدان بن محمد للحكومة الذكية، والحمد لله تأهلت يعني المنافسة على مستوى حكومة دبي ضمن 8 مبادرات حكومية تنافس على راية حمدان بن محمد للحكومة الذكية. مبادرة دمي الذكية اختصرت الكثير من رحلة المتعامل، كانت وقت التسجيل كان ياخذ أكثر عن 5 دقائق، وصل لثانيتين. عندك رضا المتعاملين 100%، عندك تقصير وقت ملء الاستمارة، وهذا الوقت ثمين في التبرع بالدم، نحن عندنا إلى 6 دقائق، قبل كانت فوق 20 دقيقة، فأنت تتكلم عن دقائق، لكن في هذه الخدمة جدا حساسة، كل دقيقة حساسة أنك أنت توصل الدم لمحتاجين بأسرع وقت. الآن هذه المبادرة، مبادرة دمي الذكية، تأهلت للمنافسة على اللي هي فئة الجمهور، وفئة الجمهور الحكم فيها المتعامل، وإيمانا منا بإشراكه في عملية تحسين الخدمات. فمن برامج حمدان أن الحكم اللي يفوز بهذه فئة الجمهور هو المتعامل لأعلى صوت للمبادرات. من هذا المنطلق ومن عبر أثيركم اليوم، نحن نوجه دعوة لكافة المستمعين أو اللي يشاهدون على مواقع السوشيال ميديا، مبادرة دمي الذكية تحتاج أنكم تشوفونها، تحتاج تفاعلكم، تحتاج تتابعونها وتصوتون لها. التصويت ليس هنا فقط أن نعم للفوز بالجائزة وحمل راية حمدان، لكن التصويت أغلى، أن نحن ثقتكم لما تعطون صوت يعني تعطي ثقة، تعطي تميز لهذه الخدمة، تعطي أن نحن نعم أنتم في التراك الصحيح أو في المسار الصحيح، ونحتاج تحسين أكثر. هذا يعطي دافع للجهة الحكومية أنها تبدع، تبتكر في خدماتها، كل ما تفاعل معها المتعامل بمرحلة التصويت. الخدمة إنسانية، محتاج تفاعل الناس. الجهود اللي صارت في فريق مركز تبرع بالدم لتحسين هذه الخدمة جهود جدا جبارة في وقت جدا قصير، لمنه؟ للمتعامل ولإنقاذ الأرواح. في طبعا إرشادات للتصويت تبغى نتكلم فيها الحين محمود، لا ما ناخذها بعد الفاصل، بعد الفاصل أنا بتكلم حتى بتفصيل أكثر عن هذا الموضوع. لكن يسألون وين نتبرع بالدم أكثر يا دكتورة؟ يتبرعون في مركز دبي للتبرع بالدم، والواقع داخل حرم مستشفى لطيفة، وفاتحين احنا من الساعة 7:30 صباحا الى الساعة 7 مساء بدون انقطاع. بالاضافة لهذا في عندنا حافلات التبرع بالدم موجودة في مختلف الاماكن، اليوم موجودين في دائرة الجوازات والهجرة في دبي، فالباص موجود ومفتوح لكل اللي يحبون يتبرعون من الساعة 9 الى الساعة 3 ظهرا. جميل. هني في شخص سأل ممكن معلومات عن تطعيم ضد الانفلونزا. إن شاء الله هشام ما نتكلم عن هذا الموضوع بالتفصيل في الحلقات القادمة، اليوم نحن مخصصين حلقة لموضوع التبرع بالدم. نطلع فاصل، بعد الفاصل نتواصل معاكم مستمعينا، أرقام التواصل اللي حاب يشاركنا بأي مداخلة 600551414 أو عن طريق رسالة نصية على 4006. فاصل ورجعين. صحة وسعادة. سعد الله أوقاتكم مرة أخرى مستمعينا الكرام، حياكم الله معنا في برنامجكم صحة وسعادة. أرقام التواصل معنا 600551414 أو عن طريق الرسائل النصية على 4006. معنا في الاستوديو الدكتورة مي رؤوف، مدير مركز دبي للتبرع بالدم، وأيضا للسادة شيخ الرحومي، مدير إدارة خدمة المتعاملين في هيئة الصحة بدبي. طبعا في مجموعة أسئلة ما ناخذها إن شاء الله، بس وقفنا مع الأستاذة شيخة على موضوع طريقة التصويت. نعم،
فمثل ما قلنا محمود أن التصويت يقدرون يصوتون عن طريق الموقع الخاص في برنامج حمدان بن محمد للحكومة الذكية اللي هو vote.dtmc.gov.ae، وفي تطبيق خاص ممكن بعد ينزلون لبرنامج حمدان بن محمد للحكومة الذكية ويبتدون فيه التصويت. التصويت جدا بسيط، يحتاج فقط لبطاقة الهوية يحطون فيها البيانات، يشاهدون فيها المبادرات الثمانية المتأهلة ويعطون صوتهم لمبادرة دمي الذكية. طبعا إذا اقتنعوا بالمبادرة أكيد. لأن في ثمان مبادرات صحيح. من مبادرات الحكومة صحيح. وكل يعني مبادرات لخدمة المتعاملين، ولكن يعني أنت تشوف أجمل مبادرة تلامسك أنت وتحس أن هذه بالفعل صحيح. إضافة صحيح صحيح. وبعد ما يشوفون الفيديوهات يصوتون على الجهة أو المبادرة اللي هي مترشحة، وبذلك تتم عملية التصويت. في شغلة مهمة نسيت تقولينها. اي نعم، الشروط اللي الجميع يقدر يشارك، ما عدا في شروط عندهم أن موظفين حكومة دبي لا يسمح لهم بالتصويت. ليش؟ ومن عسب أنهم يكونوا قيادية طبعا هي. وكذلك اللي هم أقل عن عمر 18 سنة فما يقدرون يشاركون. أما المواطنين اللي ما تنطبق عليهم هذه الشروط، الفئات الأخرى، الموظفين الاتحاديين، القطاع الخاص، المقيمين، نحن ندعوهم للتصويت لأفضل مبادرة في برنامج حمدان للتأهل بالفوز براية حمدان بن محمد للحكومة الذكية. وهذه الراية يعني خلنا نتكلم شوي عنها أخوي محمود، هذه الراية تسلم من قبل سموه للجهة اللي هي فازت بأعلى عدد من الأصوات. هذه الراية تعتبر تكريم من سموه للجهود المبذولة في تحسين الخدمات. هذه الراية تبقى لدى الجهة سنة عام كامل في الجهة، وترفع أمام المبنى الجهة الحكومية تذكيرا بالجهود وضرورة تحسين الخدمات بشكل يوميا. أنت تشوف الراية هذا يعطيك أن لابد حافز بمواصلات إيجابية. أكيد. وهي طاقة إيجابية موجودة عموما في كل الأحوال، والحافز موجود، ولكن هو أيضا تقدير من قبل العملاء لهذه المبادرة اللي تم تقديمها. طيب دقيقة بس محمود، في شغلة مهمة أن التصويت لابد أن يكون عن طريق المتعامل أو عن طريق الجمهور، أنه هو اللي يدخل ويشارك في عملية التصويت. زين، نحن بناخذ هذه المواضيع كلها، لكن نرجع بعد بنتكلم عن التبرع بالدم مع الدكتورة مي. في هني سؤال أبو حمدان يقول أنا آخذ مميع للدم مدى الحياة، هل أقدر أتبرع؟ لا يفضل أنه يتبرع. ليش؟ بالدم. ما هو إحنا الدم من نسحبه من المتبرع بالدم بنطلع منه صفائح دموية اللي هي تستخدم لتجلط الدم عند المرضى اللي يكون عندهم نزف، فهذه الأدوية بتتعارض مع عمل الصفائح الدموية. جميل. نعم. دكتورة، نرجع إلى الجانب الإنساني اللي تحمل هذه المبادرة، يعني مبادرة ذكية من قبل تطبيق دمي. نعم. في ترشيد كبير للوقت، وفي ترشيد للجهود أيضا، وفي طاقة عالية يتم استيعابها من خلال هذه التطويرات، لكن في جانب إنساني كذلك نبغى نتعرف عليه. طبعا دائما احنا محمود من نتكلم عن التبرع بالدم بنقول انه هو عمل انساني نبيل، بس دائما نذكر انه لا يوجد بديل للدم. فاذا الجمهور والناس ما شاركوا في هذا العمل الانساني يكون في عندنا نقص في الدم. كبنوك دم نحتاج الى الوعي، ونحتاج الى المشاركه، ونحتاج الى اسناد عمليه التبرع بالدم. لازم الجمهور من الذين الاصحاء اللي يستطيعون التبرع بالدم يساهمون بالتبرع بالدم، حتى تستطيع المستشفيات انه يكون في عندها خزين لتغطيه حاجات المرضى. ودائما الحالات الطارئه اللي تحتاج دم في اكثر الاوقات ما ممكن تنتظر، يعني يكون لازم الدم موجود ومتوفر ومفحوص وجاهز حتى يتم نقله، مثل حالات حوادث السيارات، حالات النزيف الحاد اثناء عمليات الجراحيه، فطبعا مرضى الثلاسيميا اللي هم يستخدمون كميات كبيرة من الدم. فإحنا دائما نذكر أنه الدم لا يستورد، الدم لا يصنع، لحد الآن لم يجد العلم بديل للدم. فإحنا بحاجة إلى كل المتبرعين بالدم، إلى كل الأصناف، وبصورة منتظمة ومستمرة. يعني حتى تبرع الشخص مرة واحدة ما يكفي،
لأن الدم طبعا يتم استخدامه وفي منتصف صلاحية بعد صح. فمحتاجين أنه دائما الناس يتبرعون. الفكرة ليش احنا فكرنا بخدمات ذكية مثل ما ذكرت الأستاذة أنه بالرجوع إلى استبيان رضا المتعاملين ومقترحات المتعاملين، احنا دائما نسويه مع إدارة رضا المتعاملين أستاذ الشيخ الرحومي يساندونا ويساعدونا في تحليل النتائج. كثير من المتعاملين اقترحوا أنه تقصر وقت التبرع بالدم، كثير منهم اقترحوا أنه الاستبيان بياخذ وقت، لأن الاستبيان اللي نتكلم عنه حتى بس الجمهور يعني يكون عنده فكرة، هذا هو استبيان لحالة المرضية الحالية والسابقة للمتبرع، وهو بعض الأسئلة الشخصية للمتبرع، الغاية منها سلامة المتبرع والمريض، بس هي 43 سؤال، فبتاخذ وقت. وحسب الأنظمة العالمية، ولأنه المركز معتمد من قبل جمعية بنوك الدم العالمية، في كل مرة يتبرع المتبرع لازم نرجع نسألها هاي الأسئلة، لأنه طبعا تخص حتى مثلا تاريخ السفر، وين سافر، في كثير أشياء. فالحين التطبيق دمي الذكي يتيح للمتبرع أنه يقرأ معلومات عن التبرع بالدم، دائما منظمة الصحة العالمية بين فترة والثانية تنزل تعليمات، فإحنا نسوي تجديد لهذه التعليمات مثل إنفلونزا الطيور أو مثلا أمراض ثانية، فلازم في كل مرة يقرأ معلومات عن التبرع بالدم ويعبي الاستبيان. فالحين يقدر يسوي كل هذا وهو جالس في بيته أو هو جالس مع عائلته. إحنا بشكل يومي في بنوك الدم بنتصل بالمتبرعين في حاجة مثل إلى صنف معين، نتصل بالمتبرعين، فمرات هم ما يقصرون طبعا، يجون من شغلهم، يطلع من دوامه مثلا ياخذ إجازة يجي يتبرع أو يرجع. فوجود هذا التطبيق دمي يخلي المتبرع أنه يقتصر فترة الخدمة، يقصرها، وبالتالي يسهل عملية أنه يساعد أنه يعمل هذا العمل للإنسان النبيل وهو مرتاح وبكت أقصر. جميل. هني في سؤال يقول من الأخت سلمة، أنا عندي سيولة في الدم وكان عندي سابقا فقر دم، بس الحين أحسن، يستوي أتبرع؟ والله المتبرعين ممكن يتصلون فينا، نسوي فحص اصلا قبل التبرع بالدم. احنا بنسوي فحص بالنسبه لنسبه خضاب الدم يعني الهيموغلوبين اللي احنا نسميه، وفي فحص طبي للضغط والنبض ودرجه الحراره. لكن اذا الاشخاص ياخذون ادويه معينه، وهذا طبعا موجود في دمي، احب اخبر الناس اللي الحين تسال بعض الاسئله، لو يرجعون الى التطبيق دمي، وهو تطبيق موجود على الهواتف المحموله الابل والاندرويد، فيها كل هذه الأسئلة اللي قاعدين يسألوها، فيها أسئلة عن شروط التبرع بالدم، فيها حتى قائمة الأدوية اللي الشخص إذا كان يأخذها وتأثر على التبرع بالدم. فياريت لو يرجعون للتطبيق يقرون فوائد التبرع بالدم، شروط التبرع اللي ما نزل التطبيق الحين، اللي ما نزل التطبيق، اللي ما نزل التطبيق ينزله، ولكن ما دام نحن في الحلقة فبعد في أسئلة، يقول كم مرة يجوز للتبرع؟ هي أسئلة يعني. أي لا أبدا طبعا، إحنا يعني نحب نوعي عن التبرع بالدم. الشخص يقدر يتبرع كل 58 يوم، فبالنسبة للرجل تقريبا يتبرع ممكن 6 مرات بالسنة، والنساء يتبرعون عدد أقل باختلاف الجسم فيزيولوجيا. جميل. شيخ أبغى أتكلم عن الناس اللي نزلوا التطبيق واستخدموه، أبغى أعرف يعني شو مستويات رضا المتعاملين عن هذا التطبيق. الحمد لله يعني نسبة رضا المتعاملين 100%، لأن تم اختصار الإجراءات اللي تسبق مرحلة التبرع بالدم، الإجراءات اللي تمت فيها مرحلة تسجيل، مرحلة تعبئة الاستبيان، وهاي إجراءات يعني ضرورية لعملية التبرع بالدم، مثل ما تفضل الدكتورة مي أنه ما يقدرون يتبرعون لين ما يمر بهاي الخطوات. هاي الخطوات تم تقصيرها، مثلا عندك التسجيل كانت أكثر عن 6 دقائق أصبحت ثانيتين، رحلة المتعامل كانت أكثر عن 20 دقيقة اختصرناها لست دقائق، فنسبة رضا المتعاملين عندك 100%، وإحنا ما نقول أنه يعني 100% أنه خلاص وصلنا للتوب، لا، بعدها في مخططات وفي مبادرات للتحسين قائمة، أنه بعد لو نحن نقدر بعد نوصلهم، ومركز دبي للتبرع بالدم مقصرين موفرين بعد أنهم يوصلون للمتعامل بحيث أنه يسهل لنا الإجراءات اللي تمت الحمد لله قبل
الحضن هاي تم اختصارها وهذه وايد مهمة للمتعامل بدل ما أي ويعبي وكذا. فالحمد لله هاي وضحت في رضا المتعاملين ورضاهم وسعادتهم عن تجربتهم في هذه الخدمة. وهذه أنا لمستها أيضا من أكثر من زيارة ما شاء الله. أنا عندي يعني يوميا صار عندي زيارة لمركز التبرع بالدم لكن شفت يعني كنت أقول حق الشباب اللي يتبرعون أقول لهم تعالوا ربع ساعة منخلصكم يعني هي ربع ساعة وكذا. فأنصدم أن بعدني ماشي على النظام القديم كتابه وما كتابه وهذا لكن من يدخلون يطلعون يعني موضوع وايد سريع دكتورة. الحمد لله. زين أيضا الموضوع مش موضوع أني أنا سرعت إجراءات التسجيل بالضبط. هي منظومة كاملة تمت أتمتتها فخلينا نتكلم عن هذه النقطة. نعم هو ذا الشيء الحلو أنه إحنا الحين نتكلم عن تقصير وقت الخدمة لكن حقيقة النظام هو شامل لكثير من الجوانب بالخدمة بصورة عامة. فطبعا بالتطبيق هناك خدمة اللي ممكن للشخص يسجل معلوماته اللي هي الاسم ورقم الموبايل وصنف الدم إذا هو يعرف، إذا يحب يتبرع في الحالات الطارئة. وهذا طبعا في شيء جدا جدا مهم بالنسبة لبنوك الدم لأن هذا حيوسع من قاعدة البيانات المتاحة لنا. ففي حالة وجود بعض أصناف الدم النادرة أو قليلة الوجود مثل الأصناف السالبة يمكن الوصول إلى هؤلاء الأشخاص والاتصال بهم للتبرع بالدم. وهذا شيء جدا مهم يعزز من خطة الطوارئ والأزمات لبنوك الدم وللدولة. أنا بضيف على دكتورة مي أنه نعم إحنا اليوم المتعامل يشوف التطبيق لكن ما خلف التطبيق في رحلة تحول كامل ذكية وإلكترونية صارت لعملية أو رحلة المتعامل في مركز بنك الدم في هيئة الصحة بدبي. جميل دكتورة أسأل على السريع يقول ما مدى الاستفادة من هذا النوع بي بلس؟ صنف دم البي موجب أيه. كل أصناف الدم مطلوبة لأن المرضى هم من مختلف أصناف الدم فإحنا بحاجة يومية. على السريع بس نتكلم عن الأنواع دكتورة منو اللي يعطي منو اللي ما يعطي. أصناف الدم هي الأو والأي والبي والأي بي وطبعا فيها الموجب والسالب كلها. الأوبوزيتيف هو دم الكريم المعطي لكل الأصناف الموجبة. الأوبوزيتيف اي نعم شكرا دكتورة انت اكيد كريمة. اكثر مواطني دولة الامارات هم من الاو موجب حسب احصائياتنا. لكن طبعا الاو سالب هو المعطي العام اللي يتم استخدامه لجميع اصناف الدم مثلا في حالات الطوارئ والحالات الحرجة لما ما يكون في وقت لعمل فحص التطابق يتم اعطاء الاو سالب. فدائما نحرص ان يكون موجود او سالب في صالات الطوارئ حتى نقدر نساهم في انقاذ حياه المرضى. اي انزين بس الاصناف السالبه كلها بصوره عامه هي قليله الوجود اقل من الموجبه ان شاء الله. يقول بفحص عشان اكون من المتبرعين. حياك الله بالعكس شرفنا. حدني سؤال يقول اقدر اتبرع بالموقع الالكتروني؟ يعني هو شوف تبرع فيزيكال لازم تكون موجود في المركز زين لكن تقدر تخلص الاجراءات كلها عن طريق تطبيق دمي وتوصل هناك تدخل على طول تدخل يعني على الفحص الطبي فورا على طول على الفحص الطبي وبعدها على التبرع. فبتختصر وايد وقت على عمرك. كيف نعوض عن الدم بعد التبرع؟ الدم انا شفتوا حاطين برا حاطين لهم سندويتشات حاطين لهم عصاير حاطين لهم كوفي اقل واجب نقدمه للمتبرعين. احنا بنحط سناكس بسيطه للمتبرعين لان يفضل المتبرع ان يكون ماكل شيء بسيط قبل التبرع بالدم عصاير اشياء بسيطه. بعد التبرع بالدم ننصح المتبرع بشرب تناول الكثير من السوائل لانه يعوض السائل اللي فقده والاكل الصحي المتوازن طبعا. جميل. والجسم اذا يكون شخص يعني بصحة جيدة الجسم يعوض كل اللي فقده في فترة قصيرة يعني السائل يتعوض خلال 24 ساعة وكرات الدم تأخذ أسبوعين. جميل. وقلنا الفوائد اللي على التبرع. نأخذ مداخلة من أبو حمد. أبو حمد صبحك الله بالخير واختصر لي لأن عندي 3 دقائق بختم البرنامج. تفضل يا سيدي. الله خير الأخ محمود. يا هلا أخ محمود. بس سؤال بالنسبة لل شله يعني مثلا اصحاب الامراض المزمنه هل ممكن انهم يتبرعون بالدم وهل مثلا السكر او الضغط او ما شابه ذلك يعني هل ممكن يتبرع واذا كان يبغي يعني
يعني يتبرع، هل يستفاد من دم ولا ممكن ياخذون منه يعني اساس ان تجدد عند الخلايا؟ ممكن. زين، تسمع الإجابة أبو حمد، جزاك الله خير. دكتور، نجاوب على أبو حمد. الأمراض المزمنة مثل ارتفاع ضغط الدم ممكن يتبرع بالدم إذا ضغط الدم يكون بالمستوى الطبيعي يوم التبرع. بالنسبة للمصابين بأمراض السكر فإذا يأخذ أدوية حبوب ومنتظم يعني دائما يشيك السكر بالمستوى المقبول يوم التبرع ممكن يتبرع، لكن اللي هي عنده سكر على الإنسولين لا يفضل بالتبرع حفاظا على سلامته. صحيح. وطبعا الدم اللي يأخذ إذا قبل المتبرع يستخدم للمرضى طبعا، هذا طبعا على حسب الفحص الطبي يعني نحن ممكن من خلال الفحص الطبي. طيب أنا قبل لا أختب هني بس رسالة شوية ضحكتني، يقول أحلى شيء السناك، السالفة فيها سناك أحلى شيء. يلا تعالوا تفضلوا. حتى لو ما يتبرع بعد حياة. يا أهلا وسهلا. زين شيخة، بس نذكر بطرق التصويت على السريع قبل أن نختم، وكلمة أخيرة تبغى تقولينها. نعم، أحب أدعو كافة المستمعين والجمهور لدعم مبادرة دمية الذكية لهيئة الصحة بدبي في حملة التصويت لراية حمدان بن محمد للحكومة الذكية. يقدرون يصوتون، العملية جدا بسيطة، مجرد رقم الهوية ويشوفون المبادرات اللي هي مشاركة ويمنح صوته للمبادرة اللي يحس أنها هي تستحق الفوز براية حمدان بن محمد. التصويت يكون عن طريق موقع التصويت اللي هو vote.dtmc.gov.ae، موقع خاص لبرنامج حمدان بن محمد للحكومة الذكية، أو عن طريق التطبيق الخاص لبرنامج حمدان. ممكن يقدرون ينزلونه عن طريق الأندرويد، عن طريق الأبل ستور، ويبتدون عملية تصويت اللي هي بدت من تاريخ 23 نوفمبر وتستمر حتى تاريخ 7 ديسمبر 2017. صوتكم جدا مهم، تصويتكم بالنسبة لنا مش فقط أنه تصويت، لا، هو ثقة ويعطينا حافز للاستمرار لتحسين الخدمات الصحية في هيئة الصحة، يعطينا حافز بتكريم وتقدير الجهود اللي وفرق العمل اللي شغالة على هاي التحسين. صوتكم يعني لنا الكثير، فلا تقصرون في دعم مبادرة دمي الذكية لهيئة الصحة بدبي. طيب دكتورة مي، كلمة أخيرة تبغى توجهينها؟ والله أتوجه بالشكر والتقدير لكل المتبرعين بالدم على عملهم النبيل، وإن شاء الله يصوتونا في برنامج الشيخ حمدان للحكومة الذكية، لأن مثل ما تفضلت الأستاذ الشيخ الرحومي أعطاكم صوت لنا، هذا يشجعنا على الاستمرار والتحسين المستمر، والله يعني إن شاء الله يجازيهم خير على كل الأعمال الإنسانية اللي قموا فيها. والله يجازيكم خير كذلك في ميزان حسناتكم. نعم. على هذه الخدمات اللي تقدمونها، تبرع بالدم إذن أعزائي المستمعين هي مسألة إنسانية بحتة، يعني دمك قد يكون حياة لغيرك، فهذه دعوة ما دام أنت قادر على التبرع بالدم. نتمنى أنك أنت تتوجه إلى مركز دبي للتبرع بالدم وتواصل تقديم هذه الأعمال الإنسانية، لأن مثل ما قالت الدكتورة ما في شيء أرقى أنك أنت ممكن تقدمه كعمل خيري مثل تبرعك بدمك لأخيك الإنسان اللي أنت مو بعارف منه هو أصلا، لكن بتنقذ حياته بشكل كبير. المسألة ما في يعني مورد آخر أن الواحد ممكن يأخذ من الدم إلا بالدم. نحب نذكرهم أنه في نهاية الأسبوع متواجدين في القرية العالمية عشان حملة دم لوطني، هذه بعد موجودين خميس وجمعة وسبت إن شاء الله. هذه مسألة مهمة جدا، اللي بيكونوا موجودين في القرية العالمية خلال احتفالات العيد الوطني إن شاء الله، ممكن من خلال حملة دمي لوطني، هذه بالشراكة مع العديد من الجهات أبرزها خدمة الأمين والإمارات دبي. اليوم والقرية العالمية. شكرا لكم دكاترة، وأيضا شكرا لكم مستمعين، شكرا لك بنوح أيمن سرحي، شكرا لك يا ميرا الإخفلي، مشكورين، وشكرا لكل من ساهم في إنجاح هذه الحلقة، وعلى أمل أن نلقاكم إن شاء الله في الغد مع العديد من المواضيع. هذه تحياتي محدثكم محمود يوسف العلي، وحتى نلقاكم في الغد نقول لكم دمتم بصحة وسعادة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.